هو دائما في هذا الشهر ديال شعبان وديال رمضان دائما كيكون اقبال بزاف على 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 اقتناء وعلى شراء البيض المناسبه ديال رمضان. بالنسبه بزاف ديال الاسر كيديروا بعض الحلويات وكيديروا بزاف ديال المسائل وكيديروا مثلا حتى البيض في الطبله ديالهم ديال المائده ديال الافطار. دونك كيكون الاقبال كما قلت لك على البيض. هذه سنين هذا من نهار قلناه بان دائما البيض في شعبان وفي رمضان كيكون مرتفع لان كيكون الاقبال عليه كثير. دونك كتكون الانتاج كاين ولكن الاقبال كيكون. دونك الثمن دائما ما بين العرض والطلب. هذا هو علاش الثمن ديالو مرتفع هذا الامان. وتا هما راه كيعانيو من نفس المعاناه ديال المربي ديال الدجاج ولا ديال الديك الرومي ولا اي حاجه ديال غلاء ديال المواد الاوليه وديال المكونات كلها اللي كتدخل في الاعلاف واللي كتدخل في التربيه. من كما قلت لك دائما من التبان تا هما ومن راه كاين دابا البوطه وكاين الغاز وكاين بزاف ديال المشاكل اللي كي وما نساوش عاوتاني كذلك حتى النقل اللي تا هو تزاد فيه المازوت وهذا تا هو راه عرف واحد ارتفاع تا هو صاروخي. هادو كلهم عوامل ادوا الى هاد الارتفاع ديال هاد الاثمنه هادو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.